أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يذكر في كتاب الدرر السنية في بعض الأحيان عبارة سئل أبناء الشيخ، السؤال: من المقصود بأبناء الشيخ؟ أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب، دينهم عبد الله وعلي وإبراهيم، هذول أبناء الشيخ. أظن أكبرهم علي، لأنه رحمه الله يكنى بأبي علي، أكبرهم علي، ثم عبد الله، ثم إبراهيم، ثم أظن حسين والحسن، نعم حسن اللي هو الشيخ عبد الرحمن بن حسن، نعم حسن وحسين، نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.